أهلا وسهلا بكم. هنحل مع بعض اختبار نهاية العام لمادة السلامة والصحة المهنية للدارسين في المعاهد الفنية الصحية، اختبار عام 2021. ده اختبار دبلوم الدراسات التخصصية لعام 2021، بيكون في نهاية الترم الأول. ليه أربع شعب اختبار السلامة المهنية؟ لأربع شعب: شعبة الأسنان، شعبة الأشعة والتصوير الطبي، شعبة المختبرات الطبية أو المعامل، شعبة الإحصاء والتسجيل الطبي. مدة الامتحان بتكون ساعة، والامتحان من 40 درجة. امتحان 21 كان كل الامتحان عبارة عن true or false، صح وغلط، عبارة عن 40 نقطة، كل نقطة عليها درجة. المنهجية اللي احنا هنتبعها في الإجابة على الامتحان إن احنا هنطلع الإجابة من كتاب الوزارة، وبعد كده نقرر يا ترى العبارة صحيحة ولا خاطئة. نبدأ كده بأول نقطة. أول نقطة بيقول لي Para occupational disease is a medico-legal term، الأمراض اللي هي بتلحق بالأمراض المهنية أو شبه المرض المهني، ده يعتبر المصطلح ده مصطلح قانوني طبي. هل صح ولا غلط؟ True or false؟ تعالوا كده نشوف الحاجات المتعلقة في كتاب الوزارة بـ Medical Legal Term. ده منصوص عليه في Chapter 5 في البداية بتاعته إن الـ Occupational Disease is a Medical Legal Term. يبقى كده الـ Occupational Disease، لكن العبارة هنا بيقول الـ Para Occupational Disease. الـ Occupational Disease ده مرض مهني محدد ومعرف ومسجل ان ده مرض مهني في الدولة، كل دولة لها list of occupational diseases، وبالتالي طبقا للليستة دي نقدر نتخذ اجراءات قانونية، ونقدر مباشرة نقول والله المهنة الفلانية او العمل او الورك هو السبب في المرض المهني ده، لكن ده para occupational disease. ايضا في نفس الشابتر، شابتر 5، لما بيتكلم عن البارا اوكوبيشنال ديزيز قال ان ميني كانتريز دي اكتر من 50% من الدول، الورك ريليتد ديزيزز ار نوت اوفيشال ريجسترد اند ار نوت اليجيبل فور كومبنسيشن. يبقى بعض البارا اوكوبيشنال ديزيز اللي هي الورك ريليتد، يعني قد يكون الشغل الورك طرفا وسببا مباشرا وغير مباشرا في تسبيب هذا الديزيز، فأغلب الدول ما بتعتبروش eligible for compensation، ما تديش تعويض عليه، وبالتالي ما فيش إجراءات قانونية. يبقى كده أقدر أقرر وأقول العبارة دي أقرب إلى الخطأ منها للصواب، لأن occupational disease ده نصا medical legal term، لكن البارا أغلب الدول لا تعتبره إيه legal term، وبالتالي ما بتديش عليه تعويضات. يبقى كده هقول العبارة دي إيه false. العبارة الثانية بيقول لي There are lists of occupational disease in Sweden and Netherlands. هل السويد ونيذرلاند عندهم قوائم بالأمراض المهنية؟ طبعا لا. ليه؟ لأنه مكتوب نصا In Europe only two countries, Sweden and the Netherlands have no such list. إذن العبارة دي false. النقطة الثالثة بيقول لي الـ EF اللي هو Ethological Fracture is a qualitative estimation of the role of occupation in the incidence para-occupational disease. العبارة دي خاطئة من ناحيتين. أول حاجة الـ EF ده بحسبه من equation زي ما هو مكتوب كده، Ethological Fracture محسوب من الـ equation دي، بنعمل estimation بطريقة quantitative مش qualitative. الحاجة الثانية إن هو بيستخدم في تقييم الـ occupational disease، يا ترى الـ disease ده occupational ولا لا طبقا لقيمة الـ fraction ده الـ ethological fraction، فإذا العبارة دي false. النقطة الرابعة بيقول الـ hypertension and diabetes mellitus are occupational diseases. ضغط الدم، مرض ضغط الدم والداء السكري، دول يعتبروا من الأمراض المهنية. طبعا الامراض دي اقرب للامراض اللي هي شبه مهنية الباراكوبيشنال ديزيز، لانه منصوص عليها في الكتاب ان دي تحت السكشن هو الباراكوبيشنال ديزيز سكشن 5.2، فتعريف الباراكوبيشنال ديزيز 5.2.1 اللي هو الورك ريليتد ديزيزز، ورك ريليتد ديزيزز.
وبالتالي برضو بتعتها بشوية نص على أمثلة على الباراكوبيشنال ديزيز examples of work related ديزيز اللي هي الباراكوبيشنال ديزيز، وقال عليها مين الهايبرتنشن وبعض الأمراض، إذا العبارة دي هتكون false. النقطة الخامسة بيقول الـ EF بيساوي RR زائد واحد على RR. الـ EF اللي هو الاثولوجيكال فراكشن، والـ RR اللي هو الـ relative risk rate. فهل فعلا الـ EF بيحسب من العلاقة دي؟ طبعا لا. ليه؟ لأنه أصلا بيحسب الـ EF عبارة عن RR ناقص واحد على RR، أو أقدر أفصل وأعتبر إن RR على RR يبقى واحد ناقص واحد على RR، يبقى لما يساوي RR ناقص واحد على RR أو واحد ناقص واحد على RR، والعبارة دي أو المتساوية دي مش مظبوطة، يبقى إذا العبارة false. النقطة رقم 6 بيقول stroke volume is volume of blood pumped by the heart in 1 minute. الـ stroke volume ده طبعا هو حجم الدم اللي هو يتم ضخه في الضربة الواحدة، في النبضة الواحدة، لكن طبعا ده مش تعريف الـ stroke volume خالص. in 1 minute ده بسميه ايه؟ بسميه الـ cardiac output أو COP، وهو الاقتباس من كتاب الوزارة، COP is the amount of blood pumped by the heart in 1 minute، إذا العبارة دي false. النقطة رقم 7 بيقول الـ heart rate during work performance equals 220 plus age. طبعا العبارة دي غلط، يعني عدد نبضات هزيد عن 220 كمان هزود عليه كمان السن، طبعا غلط. هي عبارة عن ايه؟ زي ما هو معروف الـ heart rate maximum heart rate عبارة عن 220 ناقص الـ age، إذا العبارة دي خاطئة false. النقطة رقم 8 بيقول لي respiration rate during work performance من 55 ل 60 breaths per minute. ده الماكسيمم، طبعا الماكسيمم أقصى نسبة تنفس أو كم نفس في الدقيقة الواحدة من 50 ل 60، لكن في الوضع الطبيعي بتبقى أقل من ذلك بكتير، عشان من 50 ل 60 وهنا 55 ل 60 هنقول false. النقطة رقم 9 بيقول occupational diseases require compensation. أي حد يجيله مرض مهني المفروض يتم تعويضه، طبعا المفروض يتم تعويضه، لأن أصلا occupational disease ده وخصوصا الأمراض المسجلة دي فيها شق قانوني، وانس إنه قال المرض ده مرض مهني بسبب الشغل يبقى نعوضه، نديله تعويض، يبقى إذا العبارة true. النقطة رقم 10 بيقول لي الفازوسباستيك ديسوردر أو ما يسمى بالوايت فينجر ريكويرز دي تو اوكيبيشنال اكسبوجر تو ايونايزنج راديشن. المرض ده سببه هو الفايبريشن مش الايونايزنج راديشن، كهو منصوص عليه، وده مرض بيصيب الأصابع الملاصقة للأجهزة اللي هي فيها فايبريشن أو اهتزازات عالية، إذا العبارة دي خاطئة false. النقطة رقم 11 بالارجونومكس means pre-placement medical examination. هل الارجونوميا بتعني الفحص الطبي المسبق؟ طبعا ده تعريف غير دقيق للارجونومكس، تعريف الدقيق كما هو موجود في بداية chapter 1، اذا العبارة دي غير دقيقة فهنقول عليها false. النقطة رقم 12 بيقول البالمونري ارتيري بريشر انكريز during work exercise، بيزداد الضغط داخل الشريان الرئوي عندما أبذل مجهود أو أتمرن، طبعا العبارة صحيحة. العبارة رقم 13 بيقول الـ breath rate may reach 80 per minute during work exercise، طبعا بيوصل للماكسيمم من 50 ل 60 نفس في الدقيقة الواحدة، فالعبارة دي false. النقطة رقم 14 بيقول الأزومتريك ماسل كونتراكشن أوكيرز إن ستاتيك ورك، العبارة دي طبعا صحيحة كما هو منصوص عليه، يبقى true. النقطة 15 بيقول الأزوتونيك ماسل كونتراكشن أوكيرز إن دايناميك ورك، طبعا العبارة دي صحيحة كما هو منصوص عليه، يبقى true. النقطة رقم 16 بيقول الـ heart rate increases on sympathetic stimulation and parasympathetic release. طبعا هو بيزيد مع السيمباثيتك ويقل مع الباراسيمباثيتك، يبقى اذا العبارة دي false كما هو منصوص على decreased activity of the parasympathetic system و increased في sympathetic system، يبقى false. نقطة رقم 17 بيقول الـ heart rate is the number of heart beats in 1 hour، طبعا false بنقيسها بالمينت. النقطة رقم 18 بيقول له stroke volume is volume of blood pumped by the heart in 1 minute،
طبعا فولس. بعد كده الستروك فوليوم بيساوي الكاردييك اوتبوت في الهارد ريت فولس. ليه؟ لانها بتعطى من العلاقه دي اللي هي الكاردييك اوتبوت اللي هو بيساوي الاماونت في بلاد بامبد باي ذا هارت ان 1 مينيت. وبالتالي لما عدد ضربات القلب يزيد في الدقيقه الواحده اللي هو بيقاس بالمينيت، فالسي او بي او الكاردييك اوتبوت بيزيد. يبقى اذا الكاردييك اوتبوت هو اللي بيساوي الستروك فوليوم في الهارت ريت، اللي هي العباره اللي وراها على طول هي رقم 20، كارديك اوت بيساوي ستروك فوليوم في الهارت ريت، فاقدر اقول له تروب. رقم 21 بيقول البروفيشنال بيرن اوت اوكيرز 2 تو 3 ييرز اوف بروفيشنال اكسبيرينس. فقد الشغف بيحصل بعد الشغل بسنتين ثلاثه، طبعا صح، وخصوصا في فتره الشباب نتيجه الفرق بين التوقعات والمؤهلات. كان متوقع حاجه مثاليه ويلاقي حاجة رياليستيك فبيفقد الدافعية للاستمرار، إذا عبارة عن ترو. رقم 22 بيقول لي ergonomics is derived from Latin words meaning principle works. طبعا خطأ لأنها مشتقة من Greek word، وأيضا مش معناها principle of work، معناها لها شقين، شق قانوني وشق work أو عمل، إذا العبارة دي false. رقم 23 بيقول لي الراجل ده في سنة 1867 كان أول واحد يستخدم مصطلح ارجونومكس. طبعا في خطأ في التاريخ، التاريخ المظبوط هو 1857 مش 67، إذا فولس. رقم 24 بيقول لي ارجونومكس مين سوتابل وركر تو سوتابل ورك. التعريف طبعا قاصر جدا، لأن أنا مش بكيف الوركر على الورك، لا أنا بكيف الورك على الوركر. وبالتالي التعريف الأشمل هو adaptation of workstation, work processes, work environment to بعدين اللي هما بعد اللي هما السايكو فيزيكال، البعد النفسي والبعد الجسماني، اذا التعريف ده او العباره دي فولس. العباره رقم 25 بيقول لي data collection on ergonomics is obtained from workers and by measurements. صح، انا عشان اجمع الداتا لازم اعمل دراسة عملية واعمل قياسات واعمل استبيانات. استبيانات يبقى كده مبنية على الوركرز، وقياسات مبنية اعمل تايم موشن او موشن ستادي وتايم ستادي. وموجود في الكتاب الوزارة ان الداتا was obtained from two sources، مصدر subjective assessment ان انا بعمل استبيان الكوتشنير، وميجرمنتس بعملها كباحث او كدارس للارجونومكس او عايز اسولف بروبلم معينه او احسن البرفورمانس، اذا العباره دي ترو. رقم 26 بيقول لي اليو في للالترا فايلوت راي اي از انير باند. طبعا عندي اكتر من باند للالترا فايلوت ومعاه الانفراريد، فاي ده الراي اي فعلا بسميه نير باند زي ما هو موجود هنا من تحت. الالترا فايلوت والاي ار الانفراريد رينج كونسيست اوف باندز اي بسميه نير، وباند بي بسميه ميديا، وباند سي بسميه فار، اذا العباره دي صحيحه ترو. نفس الكلام العباره 27 بيقول لي الاي ار الانفراريد راي اي از نير باند، فعلا نير باند زي ما هو مكتوب ماشيه مع الالترا فايلوت، اذا ترو. رقم 28 بيقول لي الهيلث بروبلمز اوف داست ديبند اون سايز شيب اند نيتشر اوف بارتكلز. فعلا تعتمد على حجم البارتكلز الحبيبات وشكلها وطبيعتها نيتشر اوف بارتكلز. عشان كده مهمات الوقايه بتتصمم طبقا لحجم البارتكل، شكله وطبيعته النيتشر زي ما هو موجود، اذا ترو. رقم 29 بيقول لي lung ventilation is affected by age, sex and physical training. هي بتعتمد بطريقة غير مباشرة، لأن اللنج فنتيليشن بتعتمد أو بتؤثر على الفيزيكال كاباسيتي، والفيزيكال كاباسيتي دي بتختلف طبقا للإيج والنوع وطبيعة الإكسرسايز كما هو مكتوب، فإذا ترو. رقم 30 بيقول لي نويز اند فايبريشنز ار اوسيليشنز. فعلا النويز دي ميكانيكال ويف بيحصل فيها اوسيليشن او اهتزاز، وبرضه الفايبريشن دي اهتزازات، فهما الاثنين يعتبروا اوسيليشن برضه زي ما هو مكتوب مقتبس من كتاب الوزاره. نويز دي تعتبر ايه اوسيليشن، بس هي هارمفول اوسيليشن، والفايبريشن دي برضه فيها اوسيليشن عمليه اهتزاز او تذبذب ميكانيكال اوسيليشن او فايبريشن، اذا العباره ترو. رقم 31 بيقول لي الاو 2 بيرفوجن. بيرفوجن اللي هو الارواء بالاكسجين او
التغذية بالأكسجين is better relation of lung ventilation to blood circulation or to saturation. طبعا true. رقم 32 بيقول chemical compounds are only manufactured compounds. الملوثات أو المكونات المركبات الكيميائية دي مصنعة فقط؟ طبعا لا، مش مصنعة، لأن فيه منها الطبيعي زي ما هو منصوص chemical substances are chemical elements and their compounds either in the natural state، ممكن تبقى موجودة في الوضع الطبيعي وممكن تبقى مصنعة. إذا false. 30 بيقول الأدرينالين والنوربينفرين are hormones of stress. فعلا دي من هرمونات الاسترس بيتم إفرازها لما الإنسان يتعرض لإجهاد زائد، ودي بالتحديد من نوع النيورو هرمونال وبتسمى الاسترس هرمونز. التو هرمونز دول إذا ترو. أيضا الهرمونين دول هرمونز أوف استرس زي ما هو منصوص على كل واحدة فيهم، دول من هرمونات الاسترس، فإذا ترو. أيضا نتيجة للاسترس زي ما هو موجود في الجملة دي في الهرمون اللي هو التي ليمفوسايتس، ده مسؤول أو بيأثر على المناعة. طبعا ترو، ده بيأثر تأثير مباشر بسبب الاسترس، بيأثر على المناعة، بيعمل decrease في الاميونولوجيكال ريزيستنس. إذا العبارة ترو. رقم 36 بيقول disturbed immunity leads to cancer. ممكن يؤدي إلى tumor generation. إذا العبارة ترو. رقم 37 بيقول لي prolonged exposure to stress may lead to hostility. hostility اللي هو العداء، ممكن يأثر على نفسية الشخص أو الوركر بحيث يبقى شخص عدواني زي ما هو موجود، ممكن يؤدي إلى الهوستيليتي. إذا العبارة true. رقم 38 بيقول لي الغياب المتكرر ونقص الإنتاجية دي من نتائج الإجهاد. فعلا الوركر لو مجهد ما تلاقيه مش عايز يحضر كتير، وفي نفس الوقت الانتاجية بتاعته هتتأثر سلبا. إذا العبارة true. رقم 39 بيقول لي الهارت والثيرويد جلاند اللي هي الغدة الدرقية والليفر are organs responsible for stress. بطريقة مباشرة طبعا عندنا الهارت هو ايه اللي بطريقة مباشرة اللي ممكن يتأثر بالإجهاد، كونه منصوص دي الأجهزة اللي ممكن تتأثر بالإجهاد. مش موجود صراحة فيهم مين الليفر ولا الثيرويد جلاند او الغدة الدرقية، اذا ما اقدرش اقول ترو، هقول فولس. واخيرا رقم 40 بيقول التانسلر بادي والهايبوثالاموس والسوبرانتال ميدولا دي ار جلاندز ريسبونسبل فور ستريس. فعلا دي بتتاثر بالاجهاد زي ما هو منصوص عليهم ومذكورين، اذا العبارة دي ترو. شكرا لحسن استماعكم واتمنى لكم التوفيق والنجاح.